فاهم. يعني فهمك احنا الفكر بتاعنا كان عامل ازاي. ياخد عربيته ويروح لحد مدينة الإنتاج ويدخل الاستوديو ويقعد على الكرسي عشان يسمع مكالمة الشتايم كالعادة في الاستوديو بدل ما يسمعها من البيت. الراجل شغال ما شاء الله، وعشان يتم تردية فاروق رؤى ملك النص تم ترضيته عشان الراجل يطلع يطبل، يطلع يوافق على شتايم زمايله وزمايله في الكورة بيتشتموا قدام فاروق، وفاروق عامل نفسه مش من هنا من 100 عقبة. ربنا يسترها على الناس جميعا. كلما ازددتم له سبا كلما ازددنا له حبا وعشقا. أسطورتنا ورمزنا وأيقونة من أعظم أيقونات النادي الأهلي، شعبية الأهلي الجارفة بتدين له بالكثير بمنتهى الإنصاف. لا يوجد ما يشينه، فهو ليس بسباب أو لعان، وفوق كل ده كلنا بنحبه بسبب كرهكم فيه. مجرد كرهكم ليه كافي جدا إن احنا نحبه، فما بالكم لو كان الشخص ده هو محمود الخطيب بيبو. أكتر من نص مسيرته بيلعب مصاب من أجل الأهلي وبيحقق الإنجازات وبيسطر الروايات بحروف من ذهب. كم مرة لعب بيبو وهو رجليه مربوطة، وأغلب المباريات مباريات مصيرية. كم مرة لعب وهو محقون بمضادات الألم بالكورتيزون. كلكم فاكرين صورة المشجع اللي انحنى على رجلين بيبو، الرجلين اللي أسعدت الملايين وكان بيلعب بيها دايما وهو مصاب. كلكم فاكرين، وهتفضل الصورة دي عالقة بأذهاننا جميعا. لا ندع مجال للتشويش عليها، مهما طلع السباب اللعان المتجاوز يشتم على الخطيب هيظل الخطيب أسطورة ورمز مش للنادي الأهلي ولا الكرة المصرية ولكن للكرة الأفريقية. هم دايما بيفكروا في تعكير نقاء قصتنا مع بيبو، لكن لو عملوا أكتر من كده مليون مرة مش هيقدروا، مش هيقدروا. خليكم ورا ناديكم، خليكم ورا رئيس ناديكم محمود الخطيب، أفضل لاعب كورة في تاريخ كرة القدم المصرية. شكرا ليكم دايما دايما. سلام عليكم.